الكسكس كسكسي بالبوشة ولا سكسو يا مزهطوة بالجزائرية ومغاربية من الشرق للغرب بكامل أشكاله ووصفاته. الكسكس يتخدم بالسميد، وعلى هذا حكايته مربوطة بحكاية السميد اللي بدأت 7000 سنة قبل الميلاد. أصل السميد هو القمح اللي يرحيوه ناس شمال إفريقيا برحيوة قديمة على الحجر. يقول البربر هما الأولانيين اللي خدموا الكسكس. كان مؤرخة واسمها لوسي بولونز تقول باللي الدوزان اللي لقوهم في القبور واللي كانوا يخدموا بهم الكسكس من عهد الملك ماسينيسا. وفي تيارد في القرن التاسع العرب لقاو دوزان الطيار تتشبه اللي كانوا يطيبوا بها الكسكس في هذاك الوقت. الشرق الأوسط ما كانوش يعرفوا السميد تاع المغاربة حتى نهار جات الفتوحات الإسلامية، وكي داقوه ما قدروش يزيدوا يستغنوا عليه حتى ولا داخل في عوايدهم. يحكيوا على واحد من زعماء ذاك الوقت هدد مرته يقتلها لو كان ما تعرفش طيب له الكسكس. كانوا مازال ما يعرفوش يطيبوه. كل منطقة وعندها التقاليد والعوايد ديالها، من صفاقس العنابة ومن بجاير وهران ومن الصاويرة لأكادير. الكسكس وجبة تتميز بنكهتها المتنوعة بوصفات مختلفة على حسب البيئة والوضع الاجتماعي وعلى حسب المناسبة اللي يندر فيها. كان اللي يدوزنه بالخضرة كما الزرودية، البسباس، القرعة واللفت، وكان اللي يطيبوه بالحوت. ومن أفخر أطباق الكسكس الكسكس الملكي، واللي فيه المشوي، المرقاز، الكباب، والجاج، والكفتة، وحتى الخضرة. ألكسندر دوما سماه كوسو كوسو في القاموس الطبخ ديالو. وفي القرن العشرين ادات العائلة الجزائرية معها كي ترحلت لفرنسا هاد الأكلة. اليوم ولا الكسكس تاني أفضل أكلة عند الفرنسيين. كل منطقة كيفاش طيبو وكل إنسان كيفاش يحب يسقيه، بصح يبقى اسمه كسكس وأصله واحد اليوم وغدوة. الكسكس يبقى يزين طواب الكل مغاربي في الفرح ويلاقي بين الحباب. ومن نحكي على زمان حكينا على الكسكس اللي يبقى الأكل المفضل والهايل. ربي بالخير عليكم يسهل ويكمل ويزيد يلم الشمل.